كل التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد هارد لك للنادي الاهلي، النادي الاهلي عنده هدف واحد 3 نقاط، لكن ظروف المباراه كالعاده هنتكلم فيها مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. بقول لك اكيد يا كابتن سعد هارد لك، عندنا هدف واحد هو ال3 نقاط، لكن الظروف بيبقى لها تاثير، بعض الكرات وبعض الاهداف وبعض الكرات اللي احنا بنشوفها اثناء المباراه بعد المباراه بيبقى لها تاثير بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الترتيب وبعيدا عن كل حاجه. بتشوف الامر ده ازاي؟ كورتين عايزين نتكلم عنهم في البدايه كابتن سيد، كوره من شريف اكرامي ولم تحتسب هدف. اقول طبعا الحمد لله على كل شيء، يعني مباراه طبعا قويه مع فرقه اكيد عندها عناصر كويسه وعندها عناصر جيده جدا يعني، لكن مباراه احنا عارفين كويس قوي انها مباراه يعني تقيله وفي منتهى القوه، هيبقى فيها نديه عاليه يعني. تعرضنا لاصابه محمد هاني في البدايه، لكن مع مرور الوقت يعني حتى في اخر الثلث ساعه الاخيره يعني كنا احنا الافضل واحنا الاحسن، وعندنا فرصتين لبواليا وهدف انا اشوف انه هدف صحيح يعني، بغض النظر عن اي حاجه. انا قلت للكابتن جهاد جريشه، قلت له انا هزعل منك جدا جدا لو انا لقيت الهدف ده صحيح، قلت له كده. انا مش هزعل من كابتن طارق مجدي يعني، لكن هزعل من كابتن جهاد جريشه الصراحه. شفتها ما اعرفش تقديري ليها انها عاديه جدا يعني، احنا بنلعب كوره فيها العنصر القوه والالتحامات المطلوبه والمقبوله والمعقوله جدا يعني، في مش عايز اقول بقى بنتفرج على الدوري كذا والدوري كذا والدوري كذا، حتى لو بنلعب في الشارع يعني في احتكاك بيبقى مطلوب جدا ومقبول جدا ومعقول جدا، لكن انا اشوف ان هدف صحيح 100%. انا بقول لكابتن جهاد انا زعلان منك مرتين دلوقتي يعني، حتى بقى لما شفت كره محمد شريف طبعا بنالتي لا مش فيها، ده هي بنالتي 100%، ما حدش يقول مين اللي لعب الكوره، خلي بالك بس يعني. انا عايز بطلب من كل الناس اللي بتتفرج على اللعبه ما تشوفش مين اللي وصل للكره الاول خالص في كره محمد شريف، ما تشوفش مين اللي وصل في مش احتكاك، في ضرب في انكل الرجل قبل ما الاثنين اصلا يوصلوا للكوره يعني. ما تقولش محمد شريف انت طب تعالى نشوف كده مين اللي لمسها الاول، لا سيبك ما حدش يروح كده عشان ما نروحش لحته تانية. احنا عايزين نشوف في ضرب قبل ما الاثنين يوصلوا للكوره، بغض النظر محمد شريف هو محمد شريف اللي لمسها بس بغض النظر يعني، لكن هل كان في ضرب في انكل محمد شريف انكل رجل محمد شريف قبل ما يروح للكوره اصلا، قبل ما الاثنين يوصلوا للكوره ولا لا؟ لو في ضرب ده طبعا بينالتي 100%. الغريب جدا ان الواحد حتى هو بيتفرج عليها ما بتاخدش معاه 10 ثواني والله يعني، ما بتاخدش، بتبقى العمليه باينه جدا. على العموم ماتش قوي جدا، ماتش يعني بالتأكيد في يعني في العشر أسابيع الأولى من الدوري، لكن في قرارات وفي يعني بعض التفاصيل كده بتدي لك أفضلية وبتدي لك ترتيب يعني وحاجة كويسة يعني، مش لازم حد يفخد له يعني عشان يعني نقول دي ضرب الجزاء يعني. يعني ممكن يبقى في ضرب من تحت يعني. كابتن سيد لما بيتكلم على طول في الامور دي الناس بتاخد الامور بناحيتها، لكن كابتن سيد بيتكلم في واقع وفي حقيقه وفي حاجات ملموسه، حاجات ملموسه. انا تعبت جدا يعني انا مش هتكلم في امور برضو يعني كتير قوي يقول لك مش من اختصاصك ولا حاجه. طيب يا عم احنا في نروح الاهلي الاختصاص يعني مباراه بحجم الاهلي وبيراميدز يعني تخلص ايه؟ ما هي هتخلص كده، هتخلص بجول يعني، هتبقى 5-0 6-0 7-0 يعني صعب جدا يعني. هي الماتشات الكبيره كده ولا اسمها كبيره ليه يعني؟ الماتشات الكبيره يعني هي كره الجول الواحد او كره الغلطه الواحده او كره الاستغلال الواحده، هو ده. فلما يجي لك 2 في ماتش واحد يعني لكن الحمد لله على كل شيء يعني. مش خلاص يعني عندنا مهمه كبيره جدا في الفتره اللي جايه، بكره ان شاء الرحمن هيبقى عندنا PCR على للسفر باذن الله، وبعد نتيجته هنخش معسكر وهنطلع من المعسكر على السفر باذن الله كاس العالم للانديه ان شاء الله. خلاص يعني زي ما احنا متعودين يا كابتن سيد الصفحه اتقفلت، لكن عايزك تنقل لك يا كابتن سيد احنا رايحين كاس عالم، الرغبه ايه والدوافع ايه واللعيبه حاطه في دماغها ايه؟ تمثيلنا المشرف ده مهم جدا، لكن احنا عندنا اصرار وجمهور النادي الاهلي عنده حلم ان احنا يبقى لينا الافضليه، الرغبه ازاي مع اللعيبه والدوافع ازاي؟ عايزك تنقل لي الكلام ده يا كابتن سيد. يعني تريح بطوله ما اعتقدش ان انت هتقعد تتكلم فيها كتير يعني، في حاجات كتير قوي او في يعني من الحكم اللي عجباني جدا ان انت لو هتركز شويه يعني في 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 معلومات عايز توصلها، فبتختار وقت صغير قوي 2-3 بتلم فيها القصه كلها، لان الحدث فرض نفسه يعني. ف
يعني. لكن لو هتسترسل بقى ممكن تقعد نص ساعه 35 دقيقه اللي هتنساها هتفتكره بعد كده. ما اعتقدش ان حدث زي ده محتاج ان احنا نتكلم فيه كتير يعني، هو فارض نفسه يعني. فكل اللعيبه عندها التفكير ده والايجابي ده، بالعكس كمان يعني احنا كنا دايما بنتكلم معاهم ان احنا مش عايزين نفرط في التفكير في خطوه لسه قدامها شويه عشان عندنا مباراه الدوري. قفلنا صفحه الدوري وهنخش الاستعداد والسفر باذن الله. الترتيب الاخير للسفر، يمكن خلاص حضرتك قلت فيه بي سي ار بكره مسحه، هل في ريكفري بكره بالنسبه للعيبه؟ ميعاد السفر امتى؟ الفتره اللي جايه شايفها ازاي؟ والايام القليله اللي جايه دي قول لنا عليها. عندنا زي ما قلت لك يعني تمرين الساعه 11، وبعد كده عندنا بي سي ار، وبعد كده هنستنى نتيجته، وعلى اثر نتيجته ان شاء الله هنخش معسكر هنستمر فيه لحد السفر، يبقى يوم الجمعه باذن الله. الطياره هتبقى الساعه 4 باذن الله بتوقيت كده. نقول فقدنا محمد هاني ولا لسه الامر بالنسبه لكم؟ والله هنشوف دلوقتي هنعمل خلفيه يعني، وان كانت الامور بتقول يعني مش عاليه ومش قويه يعني، ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى بسيطه يعني. لكن هي دي الكوره يعني، هو ده اللي انت بتتوقعه في اي لحظه يعني. عشان كده برجع اقول يعني مش بتلوم على حد ولا بتضغط على حد ولا ولا الاتحاد الدولي ده يعني بكل اللي فيه والناس العباقره اللي فيه مش هيستعين بحاجه مثلا ان انت لو في الدوري لو الكره تخطط المرمى تتحسب يعني. انت عايز توصل للفرقه اللي بتتعب والفرقه اللي بتجتهد وما يضيعش حقها في لحظه يعني، وبتجيب تقنيه الفار عشان برضو تاخد حقك يعني.